الوضع طبيعي جدا ان فريق مغربي كي يدير خريطه في التوني ديالو، الكاف كتوافق عليها وجميع الدول كتلعب مع نهضه بركان بهذا القميص. فاعتقد ان هذا موقف الخصوم شاد، وبالتالي لم يلقى صدى لا على مستوى الكاف ولا حتى على مستوى قوانين اخرى، لانه الغريب في الامر ان الدوله الوحيده التي تتحدث عن هذه الخريطه وهي الجزائر. هذه خريطه مغربيه لا نقاش فيها، فهمتي؟ وحنا ما خديناش اليوم شي حاجه، هما كيتكلموا على السياده فاحنا ما خديناش اليوم شي حاجه، هم يتبرؤون بان موضوع الصحراء لا علاقه لهم به، وبالتالي هذا نوع من الاستفزازات بيني وبينك لا تدخل حتى من باب الصبيانية الدبلوماسية. فهذا شيء يؤسف له أن دولة بكاملها يهزمها قميص ديال نهضة بركان. أعتقد كانت هزيمة، وتحية لنهضة بركان، ونتمنى إن شاء الله اليوم يكون النصر حليفة، لأنه نهضة بركان فريق جيد ومتميز، وتحية لأهل بركان. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.